مي عمر ومحمد سامي وعلي ربيع ومدحت صالح، في عزاء حسام شوقي وتامر فتحي ومحمود كمال. أقيم مساء اليوم 4 أغسطس في مسجد الشرطة بأكتوبر عزاء المنتجين الفنانين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي. حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وحرص على حضور العزاء العديد من الفنانين ومنهم محمد سامي ومي عمر وعلي ربيع وأشرف عبد الباقي وياسمين صبري وعدد كبير من النجوم. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.